بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب برايمري 5، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الكونسبت الجديده في يونت 2، كونسبت 2. اول درس بيكلمنا عن اروف فور افري تايب اوف كلايمت، يعني سقف لكل نوع من المناخ. المناخ اللي هو الطقس، يعني الجو. ف هنلاحظ هنا مع بعض في الصورة، هنا ده بولار كلايمت، مناخ قطبي يعني تلج. فهنلاقي السقف مش زي بيوتنا اللي هي الهوم ديزرت. الهوم ديزرت اللي هي زي بيوتنا بتلاقي السقف كده بيبقى فلات، لان مفيش بقى امطار كتير او تلج بيتساقط علينا. لكن في البولار كلايمت شكل السقف الروف هنا بيختلف، فبيبقى انكلايند كده، مائل، علشان التلج ما يثبتش على السقف من فوق، فبالتالي ما يضرش المبنى. فبنبدأ مع بعض وبنقول الهوم تايب، لو كان نوع المنزل هوم ديزرت زي الصورة اللي احنا شايفينها مع بعض هنا، هوم ديزرت، هيكون الماتيريال اوف ذا روف، المادة اللي هنصنع منها الروف هتبقى عبارة عن سترونج ستونز، يعني احجار قوية. والمواصفات بتاعته بقى ايه؟ البروبرتيز هنلاقي ان هو فلات. طيب جيف ريزون ليه؟ تو بروتكت ذا هوم فروم داست اند ديرت، يبقى البيت كده مغلق كده بطريقه بحيث ان تحميه من الاتربه ومن الغبار. طيب دست اللي هو الغبار، وديرت التراب. طيب يجي بعد كده تاني نوع من انواع الروف، بيكون في الكولد ويذر هوم. السقف بتاعه بيبقى سيراميك تايلز، او نقدر نقولها سيراميك بريكس، يعني بلاط السيراميك زي ما احنا شايفين اهو في الكولد ويذر هوم. طب ايه السبب؟ البروبرتيز بتاعته ان احنا بنعمله سلانتد، او بنقولها انكلايند، مائل، to protect the home from rain، عشان نقدر نحمي البيت من الأمطار and snow وكمان التلج. طيب number 3، tropical rainforest home، ادي tropical rainforest home اهو. فبنلاحظ ان هو ايه بقى؟ بيبقى عبارة عن leaves and sticks، البيئة اللي بتكون حواليهم فيها أشجار وأوراق أشجار، فبيستخدموها في صنع السقف. وبيبقى slanted، أو نقولها برضو inclined، اللي هو مائل، to protect the home from animals getting inside، عشان نحمي المنزل من دخول الانيمالز بداخله. فالانيمالز يبقوا موجودين كده، ما يقدروش ان هم يقعدوا فوق الروف، هيتزحلقوا، مش هينفع، وفي نفس الوقت مش هيعرفوا يدخلوا للمنزل، بيبقى عالي اهو شوية. طيب دول كده التلات انواع، وعليهم تلات اسئلة مهمين جدا. بعد كده بنقول the material for making roof، المادة اللي بنصنع منها السقف بتعتمد على ايه؟ على الكلايمت، على المناخ، على حالة الجو. فقالي depends on the climate where the home is located. بعد كده بنتكلم عن describing matter، يعني وصف المادة. Matter can be described by its color، احنا نقدر نوصف المادة اللي قدامنا عن طريق لونها. هقول لك مثلا التيشيرت الازرق او الاخضر، الشيب الشكل بتاعه، ده مثلا الرقبة بتاعته 7، لا ده رقبة مدورة، الاودر الرائحة، ريحة بيرفيوم، ريحة خل. طيب التكستشر الملمس، حاجة ناعمة، حاجة خشنة، اند سايز الحجم بتاعها، حجم كبير، حجم صغير، يعني مثلا معاك مسطرتين، مسطرة طولها متر ومسطرة صغيرة طولها 20 سنتيمتر، فبالتالي من خلال السايز بتاعها. وبنقول each property can be measured by special tool، يعني كل صفة بنقدر نقيسها بأداة معينة. يعني البروبرتي اللي معانا، الصفة اللي معانا زي الفوليوم، الحجم، الحجم بنقيسه من خلال الميجرنج كاب اللي هو مخبار القياس دوت، بيبقى الصورة اهي بتاعته، بيبقى مخبار مدرج كده دوت، بنقيس بالفوليوم. يعني ال 1 لتر of water او ال 1 لتر of milk
بنقيسه في الميجرينج كاب. طيب وهنعرف معلومات اكتر عن الفوليوم. بعد كده اللينث، لو انا بقيس حاجة قصيرة فزي مثلا البن او البنسل بنقيسها بالرولر، لكن لو عايز تقيس طول حيطة هتقيسها بالرولر؟ لا طبعا مش هينفع، فهنقيسها بالتاب ميجر، شريط القياس اللي بيستخدمه بقى الكاربنتر النجار او بيستخدم مع المهندسين في القياسات. طيب الماس، الكتلة، بنقيس الكتلة، تقل الحاجة بنقيسها بايه؟ بالبالانس، بالميزان ابو كفتين ده. طيب التمبريتشر، درجة الحرارة، بنقيسها بالثرمومتر. يبقى لازم تكون حافظ كل بروبرتي بتتقاس بايه. بعد كده في ليسون 2 بنقول the case of the kitchen mystery، يعني لغز المطبخ. ايه بقى الموضوع هنا؟ بنقول using our senses to describe the properties of each substance، احنا نقدر نستخدم الحواس بتاعتنا علشان نقدر نوصف الصفات بتاعت كل مادة. فاحنا لو دخلنا المطبخ كده ولقينا اطباق قدامنا، واحد فيه شوجر، واحد سولت، واحد فلاور اللي هو الدقيق، وواحد فيه خليط غير معروف unknown mixture، فاحنا نقدر بقى نستخدم نعمل اكزامن، نختبر التكستشر، الملمس بتاع كل حاجة في دول، والسميل، الرائحة، ونقدر نستخدم using lens، نستخدم عدسة to observe the shape of crystals علشان نشوف الحبيبات شكلها عامل ازاي. من خلال الوصف دوت نقدر في الاخر نعرف الانون ميكستشر دوت عبارة عن ايه، ايه مكوناته، يا ترى هو salt وفلاور ولا sugar وسولت ولا ايه بالظبط. فبنقول في الobservation، الملاحظة بتاعتنا، all substances have same color، احنا لقينا ان المواد كلها لها نفس اللون، لونها ابيض. have different odors، لقينا بقى هنا الشوجر رائحته مختلفة عن السولت، عن الفلاور. بعد كده الشوجر is large crystals، الحبيبات بتاعت الشوجر كبيرة، لكن السولت is small، الفلاور is very fine، ناعم جدا. فلما جينا بقى نشوف الانون ميكستشر دوت خليط من ايه، لقينا جواه الانون ميكستشر عبارة عن لارج كريستلز يعني شوجر، ولقينا فيه فيري فاين بارتيكلز اللي هي الفلاور، فبالتالي قدرنا نعرف المكونات بتاعته. الكونكلوجن معانا هنا، الاستنتاج بتاعنا، بنقول ان الفيزيكال بروبرتيز زي الكالر والتكستشر والاودر اند شيب ار سام اوف ذا بروبرتيز اوف ماتر that are called physical properties، بنسميهم physical properties، دي صفات بتصف المادة وهي لوحدها، لون المادة، ملمسها، رائحتها، شكلها، فكل دي تبع physical properties. هنا بقى في lesson 3 بيكلمني عن measuring properties، خدوا بالكم هي دروس سهلة كلها بفضل الله. فالmeasuring properties بنقول ان physical properties اللي هي بقى عبارة عن الكالر والتكستشر والأودر والشيب are observed بيتم ملاحظتها by five senses بالحواس الخمسة، يعني الكالر من خلال السايت، من خلال الرؤية، حاسة الرؤية عن طريق بقى ايه، سنس اورجان اللي هو العين، والأودر اللي هي بقى الايه، الرائحة. والشيب طبعا القدر من خلال النوز، والشيب شكل الحاجة، بتلحظ الحاجة بعينيك او ممكن من خلال ملمسها، والتكستشر الملمس من خلال السكن عن طريق اللمس. طيب فبنقول we can describe the physical properties by using words، نقدر بقى نوصف الفيزيكال properties بكلمات زي ايه، رف، يعني مثلا لقيت التكستشر رف، لقيت الكالر بلو، لقيت الشيب راوند مستدير، لقيت مثلا الطعم التيست لقيته سويت، لقيت الاودر لبرفيوم مثلا. طيب فيجي بقى هنا نتكلم بقى عن الكيميكال بروبرتيز، الصفات الكيميائية، فهنروح اهو برضو علشان
نوضح. طبعا ادي الميجرنج كاب اللي اتكلمنا عليه. طبعا هنحل التدريبات بتاعت الدروس ليسون 1، وادي ليسون 2، وادي هنا استخدمنا لللينس اهي العدسة. في ليسون 3 بقى بنتكلم عن الكيميكال بروبرتيز. ببساطة يا جماعة الكيميكال بروبرتيز هي تفاعل المادة مع مادة جديدة مع مادة غيرها وبينتج لي مادة جديدة. يعني ايه؟ يعني الورقة ديت لو احنا قطعناها ووديناها لمصنع الورق هيقدر يرجعها لي تاني سليمة. يبقى ده كده physical properties، شكلها بس اختلف، اتقطعت وقدرنا نرجعها reversible، قابلة للإعادة. لكن الورقة لو احنا حرقناها هتنتج لي مادة جديدة، هتنتج لي قش. هل انا اقدر اخد القش ده واوديه للمصنع يرجعها لي ورقة تاني؟ لا. يبقى بالتالي دوت كده ايه؟ chemical change، يبقى تغير كيميائي. فبنقول مع بعض هنا ال example of chemical properties، التعريف الاول. فبنقول ال observed and measured by the changes that happen in this material when it interacts with other material. يبقى هي بيتم ملاحظة الصفات الكيميائية لم والتغيرات اللي حصلت، التغيرات الكيميائية عن طريق تفاعل مادة مع مادة تانية. فال example of chemical properties أمثلة على الصفات الكيميائية لما يحصل burning. فال ability to burn when paper interact with fire the paper becomes ash. وبنقول القش اللي هو الرماد. فقال لي ال paper is changed after its burning and becomes ash that we can't use it to form a new paper again. ما بنقدرش نستخدم القش في ان احنا نعمل ورقه جديده. نمبر 2، المثال الثاني على الكيميكال بروبرتيز، ability to rust اللي هو الصدأ، القدره على الصدأ في مواد بتصدي. فقال لي زي الايرن، المواد اللي بتصدي الايرن والالومنيوم و الكوبر. فبنقول when iron interact with water and air يحصل الايرن راست. ببساطه لو معايا ايرن ومعايا ووتر ومعايا اير، ايه بقى في الاير بالظبط؟ الاكسجين. يبقى الاكسجين مع الووتر مع الايرن يحصل صدأ. زي مثلا الايه؟ الراف ماتيريالز which we use to clean the pots اللي هي الاواني. بنغسل الاواني اللي في بيوتنا والمواعين براف ماتيريال كده من المعدن من الحديد. لما بنسيبها شوية بعد ما تكون مبللة بالمية كده يوم والتاني تلاقيها كونت براون لاير كده، طبقة لونها بني شوية، فمعنى كده ان حصل صدأ. لو انت سايب مسمار في الهواء فترة طويلة هيصدي. طب يا مستر جات له المية منين؟ طيب ما هو الهواء نفسه في ووتر فيبر، بخار مية وفي اكسجين، فبالتالي كده يحصل له صدأ. يبقى دول مثالين على ال burning، والمثال الثاني على الراست. فدول كده تبع الكيميكال بروبرتيز. ادي اهو الايرن زي ما احنا شايفين تعرض للصدأ. طيب نيجي بعد كده هنتكلم عن الفوليوم والماس، ونقول الامبورتنت بروبرتيز اوف ماتر، الصفات الهامة للمادة. من الصفات الهامة طبعا الفوليوم والماس. الفوليوم اللي هو الحجم، وبنقول في التعريف بتاعه amount of space that matter takes، يبقى هو كمية الفراغ اللي شغلتها المادة، يعني المكان اللي شغله القلم او المكان اللي شغلته التابل اللي انت حاططها. طيب بنقيس الفوليوم بيونتس مختلفة. معانا الليتر، فمثلا انت عايز 1 لتر اوف ووتر 1 لتر اوف ميلك. وبنقول ان ال 1 لتر بيساوي 1000 ملي لتر اللي هي رمزها ام ال. ونقدر في اسم كمان بدل الملي لتر اسمها كيوبيك سنتيمتر ورمزها سي ام 3 كده صغيره زي ما انت شايف. فببساطه
ممكن نقول ان ال 1 لتر ايكوال 1000 مللي لتر، او نقولها 1000 كيوبيك سنتيمتر. وملاحظة مهمة برضو ليك انت تبقى عارفها، ان الملي لتر دي بنستخدمها مع الليكويدز، لكن الكيوبيك سنتيمتر ينفع نستخدمها مع الليكويدز ومع السوليد كمان. وبنقول ان البيج بوتل اوف ووتر كونتينز 1 لتر اور مور، يعني ممكن تلاقي ازازة مية كده موجودة يكون فيها 1 لتر اوف ووتر او اكتر. طيب نيجي بعد كده للماس. الماس هي كمية المادة، هي الكتلة، فبنقول هي amount of matter in an object، كمية المادة اللي في الجسم. يعني الماس بتاعة القلم هي كتلة القلم، يعني كمية المادة اللي في القلم. ايه كمية المادة؟ اللي هو بقى البلاستيك اللي بيتكون منه، والسن المعدني اللي بيتكون منه، مع الانك الحبر اللي جواه، التقل بتاعهم دول كلهم هو الماس بتاعة القلم. الماس اليونتس بتاعتها الجرام، وديت للسمول ماسس، والكيلو جرام للبيج ماسس. كيلو جرام رمزها كي جي، والجرام جي. طيب ال 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرام. وبنقول ان البيبر كليب دبوس الورق هاز ا ماس اوف 1 جرام، الكتله بتاعته 1 جرام. طيب ملاحظه معانا في الاخر، بنقول ان ال 1 لتر اوف ووتر هاز ا ماس اوف 1 كيلو جرام. لو احنا جبنا لتر ميه وحطيناه على البالانس على الميزان، هنلاقي تقله 1 كيلو جرام. طيب نبدأ بقى كده، احنا فهمنا موضوع الفوليوم والماس اهو. يبقى ال 1 بيبر كليب تقله 1 جرام، وال 1 لتر تقله 1 كيلو جرام اهو. بعد كده هنتكلم عن التمبريتشر، درجة الحرارة. التمبريتشر بنقول ان الماتر ميد اب اوف بارتكلز، احنا عارفين ان المادة بتتكون من بارتكلز، جسيمات، ذات ار ان كونتينوس موشن، وبتكون البارتكلز ديت في حالة حركة مستمرة. وبنقول ان التمبريتشر از ا ميجر اوف هاو كويكلي ذا بارتكلز. فكنا بنقول بقى ان السوليد بتعمل فايبريت في مكانها، فعلشان كده عندها ثيرمال انرجي، طاقة حرارية قليلة، لكن الليكويد عندها مور ثيرمال انرجي، الجاس عندها هاير ثيرمال انرجي. وبنقول quickly moving particles produce more heat than slower moving particles، يعني البارتكلز اللي بتتحرك بسرعة بيكون درجة حرارتها أعلى أو عندها طاقة حرارية أعلى، والبارتكلز اللي بتتحرك ببطء بيبقى عندها heat energy أقل. يبقى لو قارنا مثلا ما بين السوليد والليكويد، مين اللي عنده كده هيت انرجي اعلى؟ الليكويد. طب لو قارنا الليكويد مع الجاس، مين الثيرمال او الهيت انرجي عنده اعلى؟ الجاس. طيب الفوليوم ماس اند تمبريتشر ار بروبرتيز اوف ماتر ذات يو كان ميجر، طبعا احنا بنقدر نقيس سواء الفوليوم او الماس او التمبريتشر زي ما وضحنا. نيجي هنا هنعمل ميجرنج بروبرتيز، هنعمل اكتيفيتي في بيج 181. هنجيب ماجنت، وهنجيب ايرون نيل مسمار حديد، وهنجيب ستون حجر، وهنجيب بيس اوف وود قطعه خشب، وهنجيب بيس اوف كورك قطعه فلين. الفلين دوت بيستخرج من شجر بلوط الفلين، و الشجر دوت اللي بنعمل منه بقى ايه؟ الاطباق الفل اللي هي بنحط فيها بقى ايه؟ الجبنه الرومي وال لانشون والكلام ده، وبتستخدم برضو في صناعات تانية. طيب فنيجي هنا نشوف مع بعض، هنقارن ما بينهم من حيث ايه؟ احنا هنقرب الماجنت نشوف مين هينجذب ومين لا. فبنقول attracted to magnet or not، الستون not attracted، الحجر ما انجذبش، الايرون نيل attracted، الوود not attracted، البيس اوف كورك not attracted. طيب واحنا ببساطة هنوضح ان بس في اربع مواد او اربع معادن فقط اللي بينجذبوا للماجنت، ايرون نيكل ستيل كوبالت، اي حاجة تانية ما بتنجذبش للماجنت.
فهنا ده الايرن ايه اللي انجذب؟ هو دوت تبع الايرن. جميل. طيب دي كده اول معلومه معانا. تاني حاجه احنا هنقيس الماس بتاعتهم، فبنقول الماس بتاعت الستون طلعت 50، النيل طلع 30، الوود طلعت 100 جرام، الكورك طلعت 20. حذفناهم في ميه، لما حذفناهم في ميه في حاجات عملت سينك غطست، وفي حاجات عملت فلوت عامت. لقينا مين اللي غطس؟ الستون والايرن نيل عملوا سينكس. طيب الوود والكورك عملوا فلوت. طب يا مستر ده الخشبه كانت عامله 100 جرام وعملت فلوت عامت، والنيل كان خفيف 30 جرام و عمل فلوت، عمل سينك رغم انه خفيف، ليه؟ قال لي ده بسبب حاجه اسمها density هندرسها ان شاء الله في المراحل اللي بعد كده، يعني الكثافه. لكن المعلومه اللي عايزين نوصلها لك ان الحاجه تغرق او تعوم ده ملوش علاقه بكتله المد. فالكونكلوجن بتاعنا بنقول some substances are attracted to the magnet اللي هو الاير نيل، other substances are not attracted to the magnet اللي هي الستون والوود والكورك. طيب بعد كده floating and sinking of substances don't depend on their masses، ما بتعتمدش على الكتلة. جميل. امال بتعتمد على ايه؟ على الدينستي، وهندرسها ان شاء الله في السنين اللي جاية. طيب اللي كانوا عملوا من الحاجات اللي تعمل float الوود، الكورك، الايس. طب هنا سؤال، ice floats on water surface ليه؟ قال لي because ice is lighter than water، هنا لايتر في الدينستي يعني. طيب بعد كده المواد اللي تعمل سينك امثله عليها زي الستون والايرن، وبنقول بقى changing the shape of material doesn't affect its mass. لو جينا اتكلمنا عن كتله الماده فهنلاقي ان تغير شكل الماده ما بيأثرش على كتلتها. انا معايا الومنيوم فويل اهو عامله 2 جرام، لما طبقتها برضو لسه زي ما هي 2 جرام. كان عندي هنا تفاحة، حاولت اقسمها بالنص كده كان تقلها 100 جرام، فهنا النص طلع معايا تقريبا نص الماس، لان في جزء هنا ما اتقسمش مظبوط، فطلعت 55 جرام. فبنقول mass of half apple would be nearly half the mass of the original apple. Where although an inflated balloon takes larger volume، رغم ان انا لو جبت بالونة منفوخة هلاقيها واخدة حجم كبير، than that of iron ball، مقارنة بكرة حديدية زي اللي احنا شايفينها هنا. يبقى الانفليتد بالون واخده حجم اكبر، ولكن الايرن بول هي الاتقل. ليه؟ لان فيها amount of matter كتيره، كميه الماده اللي جوه الايرن بول كبيره. فبنقول هنا اهو has bigger mass، الايرن بول has bigger mass than inflated balloon give reason، فهقول له because the iron ball contains more amount of matter than the balloon، كمية المادة اللي في الايرن بول اكتر من كمية المادة اللي في البالون المنفوخة. طيب بعد كده هناخد استخدامات بعض المواد. يوصف البروبرتيز اوف ماتر، صفات مفيدة للمادة. هنتكلم اول حاجة عن الهيليوم. الهيليوم ده غاز موجود في الهواء من ضمن الجاسس، بيتم تحضيره في المعامل. الفيزيكال بروبرتيز بتاعته لايتر ذان اير، يعني اخف من الهواء، يعني لو نفخنا البالونه بالهيليوم نلاقيها بتطير لفوق، وده بيحصل اثناء الفيستيفالز الاحتفالات. وبنقول الكيميكال بروبرتيز بتاعته هو نوت بايزونس، هو غير سام، عشان كده تلاقي في البرامج في التلفزيون يجيبوا الضيف مثلا ويخلوه ياخد كده جزء من الهيليوم يتنفسه عن طريق الفم كده ويبدا يتكلم فيعمل صوت مضحك شويه، فبالتالي لو كانت سامه ما كانش عملنا معاه كده. ونوت فلامبل يعني غير قابل للاشتعال، سو ات از يوزد سيفلي، فبنستخدمه بامان. فهنبص مع بعض هنا على استخداماتنا للهيليوم اهو في الايه، في
في البالونس وفي البلامبس اللي هي المنطاد. فيوزد تو فيل بالونس ويوزد تو فيل بلامبس ليه؟ تو رايز اب، عشان يرتفعوا لفوق. ان ذا اير از هيليوم از لايتر ذان اير. هنتكلم عن ماده تانية وهي الكابر، النحاس. ادي النحاس اهو قدامنا، لونه مصفر كده شويه. بنصنع بيه الالكتريك وايرز او الكوكينج بانز، اسلاك الكهرباء او اواني الطهي. فالفيزيكال بروبرتيز بتاعته ايه؟ بنقول ان هو ستريتشد، يعني يتمدد كده، بينفع نعمل منه شرائح كده، انتو ثين فليكسيبل وايرز، وبنعمل منه اسلاك مرنه. وهو جود كوندكتورز اوف الكتريسيتي وجود كوندكتور اوف هيت، بيوصل الكهرباء كويس وبيوصل الحراره كويس. وهنا معانا تعريف مهم اللي هو الكوندكشن، بنقول ability of material to transfer heat or electricity، قدرة المادة على نقل الحرارة والكهرباء، ده تعريف الكوندكشن هنحفظه. يجي بقى معانا هنا الـ uses of copper سؤالين. in making electric wires، ليه بنستخدم الكوبر في صنع الأسلاك الكهربية؟ أكيد علشان بيوصل الكهرباء، because copper is a good conductor of electricity. طيب in making cooking pans، في أواني الطهي بنستخدمه ليه؟ هل أقول له علشان بيوصل الكهرباء؟ هو احنا هنكهرب الاكل؟ لا طبعا، ولكن علشان بيسخن، بيسمح بمرور الحرارة توصل للاكل جوه الحلة، فبنقول because copper is a good conductor of heat. معانا ملاحظة ان الهاندلز، المقابض بتاعت الحلة، بنصنعها من الوود او البلاستيك، فبنقول wood and plastic are used in making handles of cooking pans. give reason ليه؟ فبسبب because they are bad conductors of heat. الخشب والبلاستيك باد كوندكتور، ما بيسمحوش بمرور الحراره، فتبقى الحله سخنه جدا وانا ماسكها من الهاندلز، من المقابض بتاعتها، وما عنديش مشكله طالما الهاندلز معموله من الوود او البلاستيك. بعد كده هنتكلم عن الستيل. الستيل اللي هو الحديد الصلب، ده عباره عن حديد معالج بنسبه كربون علشان ما يصديش ويبقى عنده هاي ميلتنج بوينت عاليه. فبنقول is used in making screw drivers، بنستخدمه في صنع السكرو درايفرز اللي هي المفكات زي ما احنا شايفينها، وكمان بنستخدمه في الهامرز اللي هي الشاكوش كده. طيب فبنقول هنا ليه بقى؟ يبقى because steel is hard، لانه صلب and strong، وقوي جدا. طيب نتكلم عن مادة كمان اللي هي الجلاس، الزجاج. فالزجاجة اهو بنستخدمه في الويندوز وفي اللايت بالب وفي الاي جلاسس. ليه؟ لان هو سموث اند ترانسبيرنت، شفاف، يبقى انت قاعد كده في الغرفة بتاعتك وشايف المناظر الطبيعية اللي حواليك من خلال الزجاج الشفاف. الاضاءة بتاعت المصباح بتخرج من الجلاس هنا وتنتشر في الغرفة، الاي جلاس بتسمح بمرور الضوء من خلالها. فبنقول glass in used in making windows and eye glass and light bulb. give reason because glass is transparent material and smooth. اخر مادة معانا الرابر اللي هو المطاط، وبيستخدم بقى في صناعة التايرز اللي هو الاطارات بتاعة العربيات وغيره، والجلافز القفازات، و athletic shoes اللي هي الاحذية الرياضية. ليه بقى؟ ايه الميزة اللي في الرابر؟ فبنقول because rubber is a waterproof، ضد المية، بمعنى ان المية بتنزلق من عليه ما بيمتصهاش، and flexible ومرن، فبيسمح بمرونة في الحركة وفي الجري. بكده بفضل الله نكون خلصنا الكونسبت بالكامل. دعواتي ليكم جميعا بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.